السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ كي دارت صحيحتكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون الاحوال ديالكم بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نخدم معكم الحلوه ديال الكيكوز او الحلوه ديال الغراف، كل واحد باش يسميها. المهم حنا تنكونا تنقولوا لها شحال ديك الطاسه ديال الكيكوز، ديك الطاسه ديال الكيكوز اللي كانت هكا مشرطه تيكون الفم ديالها ضيق. المهم بزاف اللي ما عندوش وبزاف اللي ما عندوش الطاسه، ان شاء الله اليوم نخدمها معكم بواحد الطريقه اللي هي سهله. كلشي يمكن له يدير الحلوه ديال الغراف بواحد البريق اللي كلشي عنده البريق كيف ما تتشوفوا، واحد الطريقه اللي غادي تعجبكم وفي الصراحه تجي جديده بزاف. اهم حاجه انها تجي مقرمشه وما تجيش فيها بصفه نهائيه تنقطه ديال الزيت من الداخل، تجي ناشفه ومقرمله. وبالنسبه اللي بغاها تجي مقرمشه يدير فيها معلقه صغيره ديال الزبده، واللي بغاها تجي هشيشه ورطبه كاين اللي ما تقدرش على ديك القرمشه يدير معلقه كبيره ديال الزبده في المكونات اللي غادي نعطيكم، لانني هذه المعلومات نسيت ما ذكرتهمش في الفيديو، داكشي باش اضطريت نقولها في المقدمه. يلا البنات ندوزو نبداو على بركه الله، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوناش من اللايكات ومن البارطاج، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف للضياف اللي دخلوا عندي جداد، الله يحفظكم ونتمنى نكون خفيفه على قلبكم. ونبداو بسم الله. المكونات اللي غنحتاجو لهذه الحلوه هذه ديال الغراف كيف ما تنقولوا تيقولوا لها الناس ديال زمان، عندي هنا ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق يكونوا عامرين بالكاس والعبار ديال الكاس ديال العنبه، يكونوا كيسان عامرين. عندي حبه واحده ديال البيض، عندي قبيصه ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال الزبده، عندي خماره غنهز منها غير معلقه ما تكونش عامره، وعندي خنيشه ديال السكر الفاني. هادو هما المكونات البنات، وكاس ديال الماء دافي. المقادير اللي هما ساهلين، بسم الله ناخذ الدقيق نزيد مع هذيك المعلقه ديال الزبده كيف ما شربنا، في معلقه غير صغيره لان دايرين المقادير غير قلال. ونحتاجو خنيشه تاع الفاني ديروها كامله، وغادي نحتاجو معلقه تاع الخميره ما ديروهوش الباكيه كامله البنات، معلقه صغيره ما عامره عشان نتوما كيف ما شفتوا هذا هو القياس تاع الخميره تاع الحلوه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ديك القبيصه تاع الملحه، وغادي نديرو الحبان تاع البيض، وغادي نبداو البنات نجملو بالماء اللي عندنا دافي. عندنا غير كاس ديال الماء، ما تسرعوش البنات وما ديروش الماء بزاف لان عندنا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق، ما عندناش كميه ديال الدقيق بزاف، اللي بغى يضاعف المقادير يمكن له يضاعفهم. بسم الله على بركه الله، نبقى نضيف الماء شويه بشويه وانا تنجمل ونوريكم القوام ديالها. ساهله البنات هذه، ولا توجدوها ما تجيو توجدوا الكوتي هكا للوليدات حتى تحضروها صراحه، وتجي لذيذه بزاف تفكرنا في ايامات ديال الطفوله كانت يديروها، كانت ديرها ماما في ديك الطاسه ديال الحليب غبره، ديك القزانه اللي تتبقى ديال الحليب ما فين كانوا تيصايبوها، ولا في ديال الحك ديال المطيشه ديال القزدير. دابا ما بقيناش صراحه تنشريو هذاك ديال القزدير، اكثر تنشريوه ديال الدجاج، بزاف اللي ما متوفرش عنده داك الغراف، وكانوا دوك الطاسات ديال الكيكوز دوك اللي هكا كانوا هكا مشرطين حتى هما كانت تدار فيهم. نتوما البنات كيف ما شفتوا الكاس جاني نيشان مع العبار ديال الدقيق، وتتبقى تختلف النوعيه ديال الدقيق كيف ما تنقول لكم في الفيديوهات، قدر يبقى لكم شويه ديال الماء يقدر تجيكم هو هذا. المهم انا نوريكم القوام ديالها، تكون خفيفه شويه على العجينه ديال المسمن. وبالنسبه للمقادير البنات هادو هما المقادير ديالها، ما فيهاش شي مقادير اللي مختلفين، صافي هكا البنات غنديها شويه ونجيبها. مشرا الفيديو ما قطعتوش كاع، خليته معكم كيف ما هو. صافي غندي البنات واحد شويه وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نخليها ترتاح هنا في القصريه حتى نبغي نشكلها ونعاود نتلاقى معكم. صافي نتوما البنات من بعد ما ارتاحت ليا العجينه
تخليها واحد 5 ديال الدقائق ترتاح، ندهن يديها هكا بالزيت هانتوما كيف ما تشوفوا ترتاح، تاخذ الوقت ديالها وتقطعها البنات كويرات صغار بالنسبه للحجم، ديروا غير صغيور هانتوما البنات صغيوره، قطعهم كاملين بنفس الطريقه. حاولوا نديروهم حجم واحد البنات، ديروهم قد قد، ديروا شي كبير وشي صغير كما قلت لكم. الا جاتكم هذه الكميه قليله يمكن لكم تضاعفوا نتوما المقادير، انا درت لكم هي كميه صغيره باش تزعموا وتنوضوا تجربوهم. اللي بغى يضاعف يمكن له يدير 6 ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي نبقى حتى نقطعهم كاملين ونبدا نشكلهم حداكم. هاد كيما شفتوا انا شكلتهم، انا راه خرجت لينا 17 الحبه باش تعرفوا القياس اللي درت انا، راه 17 الحبه عندي هنايا. صافي غادي ندوز دابا نبدا نورقهم كما تشوفوا، دهنوا سطح العمل. وفي هذا الاثناء هذا غنكونوا داك الابريق دايرين فيه الزيت تسخن. هانتوما البنات كما شفتوا هذا هو البريق انا اللي درت فيه. بالنسبه لي ما عندوش ديك الطاسه او الغراف ديال هذه الحلوه هذه او الورده ديال الغراف، هذا هو البديل. هذا البريق هذا تيكون عندنا هذا البرقان هذا في الديور، صراحه بحالو بحال الطاسه تعطي نفس النتيجه. غتكونوا شاعلين عليه البوطه عاد بداو تورقوا، لان اللي صايبتوها غادي نديروها طيب في البلاصه. تنبدا نبسطهم في نفس الوقت كما وريتكم راه حتى تسخن في البريق، حاولوا رققها مزيان بحال هكا، لان دوك الكويرات خليتهم مرتاحوا واحد شويه باش يجيونا ساهلين. اللي بغيت نقول لكم البنات حاولوا ديك السكر سنيده اللي غديروه يكون رقيق ما ديروهش غليظ. هانتوما البنات كيف ما شفتوا نحاول ترققها حتى بان ليا هكا سطح العمل، وانا خضر البنات موس وغندير لها بحال هكا فليحات غير في الوسط كيف ما شفتوا ما تنوصلش حتى للخر. هانتوما حاولوا كما كانوا متقاربين غتعطيكم نتيجه احسن. هانتوما كيف ما شفتوا ما توصلوش غير لهاد الاطراف هادو، وغادي نهزها مباشره وغادي نديرها في الزيت حداكم تشوفوا. كيف ما شفتوا البريق عندي فيه الزيت سخنات، نقص لها الحراره ضروري تنقصوا لها الحراره. هانتوما كيف ما شفتوا البنات وهزيت الحلوه ديالي، هزيتها هكا بالطول وغادي نحاول هكا نلوحها ونبقى ندور في نفس الوقت. وغادي نعاون البنات القطيب ديال الشوا نبقى ندورها. هانتوما شفتوا كيفها البنات، هانتوما تيضعف لها الحجم ديالها تجي كلها مجايبه. هانتوما البنات كيف ما شفتوا تنعاونوا غير بالقطيب ديال الشوا ضروري البنات منه نشوف واش دات راسها. غادي نقلبها على الجهه الاخرى، طريقه سهله دوك الخيوط هما اللي تيعطيو هذا الشكل هذا. صافي نبقى معاك حتى تحمر وغادي نمشي نوجد واحده اخرى ونوريها لكم فاش تحمر. البنات كيف ما شفتوا هي تحمرات، هذه هي الحلوه ديالنا شوفوا كيف تجي تبارك الله. هانتوما كتجي كلها مشبكه، هانتوما تجي على هذا الشكل هذا، نقرب لكم باش تشوفوا. صافي وغادي نحيدها تقطع وغادي ندوز نصايب واحده اخرى، نصايب حداكم واحده اخرى باش تفهموا مزيان. تنقرصوا القريصه ديالنا وتنحاول ندير هاد الفتحات هادو كما كانوا هاد الفتحات كثار، هانتوما تعطيكم داك الشكل كلها تجي مشبكه وتكون رقيقه البنات العجينه. صافي البنات هانتوما كيف ما تشوفوا غادي نهزها عادي هكا هكا وغادي نلوحها في البريق ديال الزيت بنفس الطريقه، وانا تندور بحال هكا. وغادي ناخذ البنات القطيب ونحاول ندور على هاد الشكل هكا، شوف تبارك الله كيكبر لنا الحجم ديالها. ولا كان عندكم البنات بريق الفم ديالو صغر من هكا راه غتجيكم صغر من هكا، كان عندكم كبير غادي تلقى اتساع فين غادي تكبر، نتوما تيبقى لكم الاختيار. علاش هما شحال هادي كانوا تيديروها في ديك الطاسه تتبقى مجموعه الورده تتبقى مجموعه، حنا سهلنا على اللي ما عندوش ديك الطاسه وتشهى حلوه الغراف يديرها البنات غير في البريق على يضيقها على شي حد. الحمد لله كلشي ليه الحل، ما عندكش الغراف عندك البريق. صافي البنات هانتوما الشكل ديالها تجي على شكل الورده بحال هكا، هانتوما شفتوا
صافي غادي نخليها حتى هي طيب بنفس الطريقه حتى تحمر، ونكمل دوك الحبات اللي عندي كاملين، ونعاود نتلاقى معكم في الشكل النهائي ان شاء الله. البنات ها الحلوه ديالي من بعد ما كملتها، شوفوا تبارك الله الشكل ديالها كيف تيجي، وشوفوا دوك ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق شحال تعطيونا تبارك الله ديال الكميه. تاتجي بصراحه البنات غزاله، نتوما قرب لكم تاتجي كامله مجعبه نتوما شفتوا، وما تاتجيش نهائيا شاربه الزيت، هذا هو الاهم. غتاكلوها ما تحسوش كاع بمذاق ديال الزيت. عندي هنا واحد المعلقه ديال السكر كلاصي، وغادي نحاول حتى نغطر عليها على الوجه ديالها. يمكن لكم ديروا البنات العسل وترشوا عليها كاوكاو، وانا غنديرها ديال زمان غير سكر كلاصي، وعطر ولادك ياكلوا. انا راه كلاوه ولادي بلا سكر بلا حتى شي حاجه، انا تنقلي وما تياكلوا. صافي البنات هانتوما كيف ما تشوفوا، هذا هو الشكل ديالها النهائي. صراحه تجي لذيذه لذيذه، نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. اهم حاجه انها ما تجيش شاربه الزيت، وكيف ما شفتوا بلا غراف بلا ديك الطاسه ديالو. هانتوما بالنسبه راه انا هي معلقه صغيره ديال السكر كلاصي، عيب لكم كثير، هي معلقه وراه ما كاملهاش، هانتوما ما درتهاش كامله. هانتوما السكر تيعطيها المنظر، وفي نفس الوقت تيعطيها حتى المذاق. هذا هو الفيديو البنات ديال اليوم، هادي الحلوه ديال الغراف ديال زمان اللي كانوا تيديروا لنا والدينا. بصراحه كنا تنموتوا عليها، هي بطريقه سهله وبمقادير اللي هما مضبوطين بثلاثه ديال الكيسان، وانا مأكده بانكم غتجربوها وغتعاودوها لغدلي، لانها تتجي لذيذه لذيذه بزاف. ونتمنى اي واحد جربها ودارها يرد عليا في التعاليق، وما تنساوناش من الدعوات ديالكم، والى فرصه مقبله ان شاء الله.